أقدر أهمل النص معين، يعني مثلا أنا عندي مثلا نقول محافظة القادسية أو محافظة الديوانية اللي هي سابقا شنو اسمها؟ القادسية. أريد أبين للقارئ أنه هذه محافظة الديوانية سابقا كانت اسمها القادسية، ولكن هي هسا انهملت، فش أسوي؟ أخلي عليها هذا الخط اللي هو بالنص، يعني معناها، أو أقدر أخليها بين قوسين الديوانية سابقا. لما يجي القارئ يلقى هذه الكلمة عليها خط، يعني مشطوبة، أشطبها بخط، معناها أنه هذه الكلمة كانت قديمة وانهملت سابق، حاليا انهملت وحاليا صار اسمها النص اللي هو موجود حاليا. هذا هو الخيار اللي فائدته، انه انا بعض الكلمات مجبور ان اوضعها بالنص، ولكن اريد ابين للقارئ انه هاي الكلمات هي انتهى مفعولها، فش اسوي؟ اشطبها من خلال هذا الخيار.